إذن نهائي جديد منتظر ما بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك على كأس بطولة السوبر المصري للأندية الأبطال 2024، واللي هيتلعب يوم الخميس الجاي على استاد محمد بن زايد. يعد النهائي المنتظر هو النهائي التاسع بين القطبين على لقب كأس السوبر المصري، وطبعا بعد فوز الزمالك على بيراميدز بركلات الترجيح وفوز الأهلي على سيراميكا بهدفين مقابل هدف واحد في نصف نهائي كأس السوبر المصري. تفاصيل أكتر هنتعرف عليها عن مباريات الأمس وبصحبتنا الأستاذ محمد مهدي الناقد الرياضي. أستاذ محمد، بعد التحية، شفت إزاي مباراة الزمالك على بيراميدز امبارح؟ لمن كانت الغلبة في الملعب بالتحديد؟ صباح الخير على حضرتك، صباح الخير على كل السادة المشاهدين. طبعا نادي الزمالك للمباراة يعني الثانية على التوالي بعد الفوز على الأهلي في السوبر الأفريقي الرياض بضربات الترجيح، يكرر فوزه مرة أخرى على بيراميدز بضربات الترجيح وتأهل إلى نهائي كأس السوبر المصري. عايز أقول لحضرتك أن المباراة يعني كان بيراميدز الأقوى فنيا خلال المباراة، وكان يعني هدد مرمى محمد عواد حارس الزمالك بأكثر فرصة خطيرة، وكان صاحب التهديد الأول والهدف الأول عن طريق إبراهيم عادل، ثم استمر ضغط بيراميدز ولكن دون إضافة أهداف يعني، حتى تملك الزمالك زمام الامور وادرك التعادل عن طريق سيف الجزيري. ولكن يعني الشوط الثاني كان بيراميدز الاقوى والاكثر شراسه على مرمى نادي الزمالك، وتحصل على ضربه جزاء هدرها رمضان صبحي، ولكن استمر يعني السجال بين الفريقين حتى انتهى الوقت الاصلي بالتعادل الايجابي 1-1 واللجوء الى ضربات الترجيح التي يعني رجحت كافه نادي الزمالك واهلته الى المباراه النهائيه لمواجهه الاهلي الخميس القادم على ملعب محمد بن زايد. بيراميدز فنيا كان احسن في الملعب من نادي الزمالك، كان واقف على رجله بشكل كبير جدا، ولكن يعني كعاده مباريات بيراميدز الكبيره مع الاهلي او الزمالك انه يعني يؤدي بشكل جيد ولكنه لا ينتصر في النهايه. وكنا اتكلمنا قبل كده في انه لعيبه بيراميدز مع يعني عدم وجود جماهير لبيراميدز، فبالتالي ان هي يعني تخشى يعني مواجهه الاهلي والزمالك، ولذلك المباريات يعني يعني بنسبه 99% بتخرج بفوز الاهلي او فوز الزمالك يعني. ايوه، يعني مباراتين فاصلتين فاز بيهم نادي الزمالك بركلات الترجيح، مباراته الاخيره مع الاهلي ومباراه يوم امس. تعليق حضرتك. يعني زي ما قلت حضرتك، واضح ان الزمالك مركز بشكل كبير جدا في موضوع ضربات الترجيح، حتى لو حضرتك شفت الـ نفس الخمس لاعبين اللي سجلوا في مباراه الاهلي ضربات الترجيح، صحيح هم نفس الخمس لاعبين، صحيح، ونفس الترتيب، البدايه بعبد الله السعيد، ثم حمزه المسلوسي، ثم حسام عبد المجيد، ثم ناصر المنسي، واخيرا زيزو. طبعا زيزو كان هيلعب الضربه الاخيره في مباراه الاهلي ولكن اهدر وسام ابو علي ضربه الترجيح، وكان اهدر يعني قبل منه يحيى عطيه الله فلم يسدد زيزو الضربه الاخيره، فبالتالي انه يعني واضح انه جوميز مدرب الزمالك بيشتغل كتير جدا على موضوع ركلات الترجيح الجزاء. ايوه، وكمان بيشتغل على الترتيب، انه واضح حتى ما بيغيرش حتى في ترتيب اللعيبه او الخمس لاعبين المسددين لضربات الترجيح، هم ما بيتغيروش. فلا، واضح انه في تركيز كبير جدا من الجهاز الفني لنادي الزمالك. وحتى لو لاحظت في اخر دقيقه في مباراه بيراميدز امس سحب زياد كمال لانه كان سدد ضربه جزاء في كاس الرابطه وخرج ونزل محمد حمدي الوافد الجديد من انبي. فواضح انه لا، نادي الزمالك وجهاز الفني مركز قوي في موضوع ضربات الترجيح، وانه مش عايز اقول انه طبعا نادي الزمالك كبير، ولكن في بعض الاوقات قد يلجا الفريق الى يعني تسيير المباراه، صحيح، الى الوصول الى ضربات الترجيح طالما انه يعني حظ غالق الدفاعات بتاعته، صحيح، تدرب بشكل كويس على ضربات الجزاء يعني. صحيح صحيح. طيب خلينا نروح لمباراه الاهلي وسيراميكا. يا رايك ازاي في فوز الاهلي على سيراميكا؟ برضو الفوز كان صعب، يعني نفس السيناريو بتاع بيراميدز، سيراميكا تالق زي بيراميدز ورغم كده فاز الاهلي. تعليقك. الاهلي كان سيء جدا في المباراه، فوز تجاري للنادي الاهلي، هدفين لطاهر محمد طاهر، هدف مبكر يعني في الثانيه العشرة او بعد 13 ثانيه من خطا دفاعي واضح من دفاع سيراميكا وبالاشتراك مع محمد بسام حارس المرمى، ولكن واضح ان مستوى النادي الاهلي كان سيء جدا، حتى كان في غضب من جماهير النادي الاهلي الحاضره في ملعب محمد بن زايد على اداء اللاعبين، غضب ايضا على مستر كولر المدير الفني للنادي الاهلي على تشكيل الفريق اللي خاض بيه المباراه، على طريقه اللعب، على سوء اداء لاعبي النادي الاهلي. سيراميكا ظهر بمستوى افضل بشكل كبير، تسيد زمام الامور على مدار يعني 90 دقيقه
مع الوقت الإضافي هدد مرمى مصطفى شوبير كان الأكثر خطورة والأكثر شراسة، ولكن يعني كان ينقصه بشكل كبير التهديف لأكثر من هدف للفوز على الأهلي والوصول للمباراة النهائية. ولكن زي ما قلت لحضرتك إنه الخبرات هي اللي بترجح كفة الفريق الفايز، والأهلي كان عنده الأكثر خبرات، ولكن كأداء أداء باهت جدا للنادي الأهلي استمرارا لأدائه في السوبر الأفريقي أمام الزمالك، والضجة اللي حصلت مع وجود عدد من التغييرات وتعيين مدير رياضي هو الكابتن محمد رمضان، وحالة يعني الضبط والربط اللي اتعملت مع لاعبي النادي الأهلي استمرارا لسوء الأداء. الأهلي كان ظاهر بمستوى سيء جدا في مباراة الأمس، تمام. زي ما قلت حضرتك قال يعني غضب كبير من الجمهور، طيب. وكل المحللين حتى كانوا صحيح النادي الأهلي، لا مش ده النادي الأهلي يعني. توقعاتك هل يكررها نادي الزمالك أم يحمل النادي الأهلي مفاجآت في اللحظة الأخيرة في مباراة القمة ما بين الناديين؟ بص يعني أي حد يقول لك توقعاته للقمة يعني يبقى بيضحك على نفسه وبيضحك على حضراتكم، لأنه في النهاية هي قمة، في النهاية هي ناديين كبيرين الأهلي والزمالك، مش الأداء ما بيكونش فاصل أول في القصة. لكن في فريق سيء في المباراة، في تكتيكات مش ملعوبة كويس، في مدرب مش واخد باله من الدفاعات بتاعته. القمه حساباتها ملهاش علاقه بما سبق، يعني مش شرط ان الاهلي كان سيء امبارح فبالتالي انه يبقى سيء يوم في مباراه الخميس في المباراه النهائيه. مش شرط ان الزمالك كان فايق مثلا امبارح فيبقى جيد او سيء في مباراه الخميس، هي بتتوقف على حاله اللاعبين صحيح والتركيز صحيح والتدريبات والى اخره خلال صحيح المباراه صحيح. وعايز اقول لحضرتك ان المباراه هتبقى عصيبه جدا، لانه نادي الزمالك لسه كسبان الاهلي في السوبر الافريقي واخد بطوله كبيره، وحضرتك شفت طبعا الاحتفالات الجامه اللي حصلت والناحيه الثانيه كان في انتقادات كبيره في النادي الاهلي، فبالتالي ان خساره فلو كررها مره ثانيه هيبقى الموضوع اصعب كتير على النادي الاهلي صحيح، وهتودي الزمالك في حته ثانيه، فلذلك صحيح صحيح المباراة صحيح هتبقى عصيبه جدا جدا واصعب واقوى من نهائي من السوبر الافريقي صحيح، تبقى فيها شراسه من الفريقين. الجميع يتوقع ذلك. لنقد رياضي الكابتن محمد المهدي، شكرا جزيلا ليك. الجميع يتوقع مباراه بالفعل زي ما قال سخينه ما بين قطبي الكره المصريه الاهلي والزمالك في النهائي يوم الخميس القادم.